أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قضت محكمة استئناف عالي القاهرة برئاسة المستشار أحمد نصار ببطلان حكم التحكيم رقم 1004 لسنة 2014 والصادر بجلسة 28/10/2017 من مركز تحكيم القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي، والذي كان يقضي بتغريم شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي 135 مليون جنيه تقريبا لصالح شركة مسك الدولية بعد فسخ التعاقد مع مسك الحاصلة على حق إدارة قناة الأهلي التلفزيونية منذ انطلاقها عام 2008. وجاء هذا الحكم الذي يمثل انتصارا كبيرا للنادي بعدما واجه مجلس الإدارة الحالي عقب توليه المسؤولية الشكر للمستشار القانوني السابق ياسر فتحي، والذي كان مكلفا بمباشرة القضية بقرار من مجلس إدارة النادي السابق. وكلف محمود الخطيب رئيس الأهلي المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي بالملف كاملا، خاصة وأنه تولى تحرير عقد الشراكة بين الأهلي وشركة مسك الدولية عند تأسيس القناة. وأشار المستشار حلمي عبد الرازق بضرورة إقامة دعوى بطلان ضد الحكم الصادر لمصلحة مسك بتغريم الأهلي 135 مليون جنيه بعد التشاور مع رئيس الأهلي، والذي أكد على ثقته الكاملة في المستشار القانوني لاستعادة حق النادي في القضية، خاصة وأن الحكم لم يكن سيتوقف فقط عند غرامة 135 مليون جنيه، بل كانت هناك فوائد مالية أخرى.